بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حر رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الخير والسعادة يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني انا الصبح كده كنت بقول لزميلتي في الاستوديو منى، بقول لها ان احنا درجات الحراره الطبيعيه بتاعت شهر 8، ان درجه الحراره مثلا لما تبقى 35 36 في القاهره ان ده طبيعي. هل ده كده مظبوط ولا انا كده هي اعلى من معدلاتها الطبيعيه في الوقت دوت؟ بالفعل احنا نعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، او حتى لو هي اعلى بحوالي درجه، لان احنا اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 36 درجه مئويه بالفعل. دي المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. صح كده؟ عندنا كمان نعم صح كده صح كده اكيد. لكن عندنا كمان ارتفاع في نسب الرطوبه، وارتفاع نسب الرطوبه بالظبط هو ده اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع في قيم درجات الحراره نتيجة تأثرنا طبعا بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط. نسب الرطوبة بتتجاوز 90 و95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تتجاوز 85% في أماكن من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وده اللي بيخلينا نحس قيمة درجة الحرارة محسوسة لو تكون 38 أو 39 درجة مئوية، ده طبعا في القاهرة الكبرى. فلا قيمة درجة الحرارة المقاسة حول المعدل لكن المحسوسة طبعا مرتفعة بشكل كبير، فالناس بتقول في ارتفاع في قيم درجات الحرارة وبالفعل ناتج عن ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير. عشان كده طقس فترة النهار بنشوف ان هو طقس شديد الحرارة رطب في المحافظات الداخلية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لمحافظات الصعيد، ما عدا طبعا الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتكون هي الأعلى في نسب الرطوبة لكن الأقل في قيم درجات الحرارة. فهنلاقي العظمى فترة النهار بتتراوح من 32-33 درجة مئوية، طبعا محسوسة بتكون أعلى بحوالي 3-4 درجات نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، لكن حتى مع قيمة درجة الحرارة المحسوسة هي الأقل في الجمهورية كلها، فأجواءها بتكون أجواء حرة رطبة فترة النهار. كمان فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بتكون عظمة الرطوبة، يعني نسب الرطوبة العالية بتكون فترات الليل بشكل كبير، عشان كده بنقول فترات الليل أجواءها بتكون أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم محافظات الجمهورية. لو في نشاط للرياح هنلاقي إحساسنا بنسب الرطوبة أقل، خاصة بنلاقيها أكتر في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعات الرياح مش عالية بالشكل الكبير اللي هي تأثر على عشان كده بنحس بالرطوبة أكتر. بالظبط عشان كده بنحس برطوبة أكتر في فترات الليل لأن سرعات الرياح مش عالية، هي لا تتجاوز 30 كيلومتر على الساعة. كمان طبعا فرص الأمطار لسه مكملة معانا على المحافظات الجنوبية، يمكن المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية لوجه البحر القاهرة الكبرى فيها استقرار بشكل كبير في الأحوال الجوية، لكن ما زالت محافظات جنوب الصعيد بتشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية وتساقط أمطار. يمكن احنا داخلين في اليوم العاشر على التوالي، تساقط أمطار أدت لتشكل بعض السيول في بعض الأماكن. اليوم أيضا متوقع استمرار فرص الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين مرسى علم راس بناس، ومناطق كمان من جنوب الصعيد زي محافظة الوادي الجديد، مناطق من أبو سمبل وأسوان. دي الأماكن اللي هيكون عليها سقوط أمطار، والطبيعة الجغرافية في الأماكن دي واستمرار سقوط الأمطار ممكن يؤدي لتشكل بعض السيول. بالاضافه كمان عشان الامطار دي امطار رعديه ممكن يكون في نشاط للرياح يؤدي لاثاره الرمال والاسربه، وطبعا يؤثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه. لكن باقي محافظات الجمهوريه مش هيوصل لها سقوط الامطار او مش هيوصل لها فرص سقوط الامطار وهي مستقره بشكل كبير. الامطار دي مكمله معانا كمان بكره لحد ان شاء الله، وبشكل تدريجي مع يوم الاثنين تبدا تقل كميات الامطار وتتلاشى تماما مع يوم الثلاث، وتستقر الحاله الجويه بشكل كبير في محافظات الصعيد. لكن بالنسبه لقيم درجات الحراره ان شاء الله كمان الايام اللي جايه مش هنلاحظ فيها تغير كبير، يعني احنا الايام اللي جايه عظمى على القاهره الكبرى هتبقى حول المعدل 35 ل36 درجه مئويه فتره النهار، مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبة. ومع ارتفاع نسب الرطوبة الشبورة المائية طبعا ظاهرة جوية مؤثرة معانا في فترات الصباح الباكر بتأثر على الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبيكون معاها انخفاض طفيف وبتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا نقول 7-8 صباحا الشبورة المائية بتتلاشى، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق،
خلينا اوضح مع حضرتك ان من بكره لحد ان شاء الله هيكون في ارتفاع امواج على الشواطئ الغربيه للبحر المتوسط، يعني في شواطئ مطروح والعلمين والاسكندريه ومناطق كمان من خليج السويس، ارتفاع الموج هيكون ما بين 1.5 ل 2.5 متر، فلازم كل ساده المصيفين على الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط ياخدوا احتياطاتهم بقدر الامكان. هو بكره الحد ان شاء الله. النهارده حركه الملاحه البحريه معتدله، البحر المتوسط والاحمر مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بس هنخلي بالنا دايما من التعمق داخل البحار، لان دايما ارتفاع الموج داخل عمق البحر بيختلف تماما عن ارتفاع الموج على الشاطئ، ناخد بالنا بس بقدر الامكان، وكمان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره عشان ده ما يزودش احساسي بارتفاع قيم درجات الحراره، ولو انا اضطريت للخروج في وقت الظهيره يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر. وبالنسبه للمحافظات المعنيه بسقوط امطار ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان، نبتعد تماما عن الطرق اللي جنبها مقرات سيول، ومهم جدا تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع في القاهرة تكون العظمى 36 والصغرى 27، وأيضا في العاصمة الإدارية 37 هتكون الصغرى أيضا 26، الإسكندرية 33 و24 هي الصغرى، والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 30-25، ودمياط 33-26، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 37-25. في السويس درجة الحرارة العظمى هتكون 36 والصغرى 26، والعريش 34-24، أما كاترين 33-17 وطابة 38-26، حلايب 36-30 وشلاتين 41-32، شرم الشيخ 41-30 والغردقة أيضا 41-30، أما في الفيوم العظمى 40 والصغرى 26 وبني سويف 40-25، الوادي الجديد 45-28 وأسيوط 42-26، 44-27 وإنا 45-28، الأقصر 45-29 وأسوان 46-30. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة معانا النهاردة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لمنى ومصطفى عشان نتابع فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا يا هلا. شكرا جزيلا يا هلا.